اللي غيتقدى كما تنقولوا خمسه ديال الخبزه تيتقدى اللي كفيه ويخلي الخو. اللي غيتقدى 4 كيلو يقدى كيلو، ماشي 4 كيلو يخلي واحد بلاش. ونصرح المواطنين مره اخرى، راه كاين مشكل اكبر من هذا، راه كاين حتى الجفاف خص بنادم يخمم ليه. الاسعار كنطلب تكون مراقب، كما قلت لك الان اللوبيا كانت دايره 7 زايده فيها اليوم 5 دراهم في الكيلو، لان كيقولها لي انا ملهري، زادت فيها 5 ديال الدراهم، لان حشومه اللي غيتقدى كما تنقولوا خمسه ديال الخبزه تيتقدى اللي كفيه ويخلي الخو يخلي الخو. ونصرح المواطنين مره اخرى، راه كاين مشكل اكبر من هذا، راه كاين حتى الجفاف خص بنادم يخمم ليه، خلي الخوك ما يعيش. واش انت غادي هاد القدر واش غتاكلو؟ واش تايق في نفسك غتاكلو؟ راك ما غتاكلوش الشريف، راه الله اللي كيعلم، راه ماشي هاد المرض اللي كيقتل، راه كاين امراض اخرى كتقتل. ولي دارك سيده ومات، ها هو تتقديتي كاع وقعت حادثه سير الله يستر ومات، اش غنديرو لك بين العشاء؟ راه العشاء لا يجوز، راه توا كنديروه غير صدقه باش الناس يتجمعوا يعزيو هذوك الناس يصبروهم ونبينا عليه السلام، راه ما كاين حتى شي حاجه. هذا هو المهم، كتاكل باريزيان كل باريزيانه، كما فين نعيشوا بسندويش في النهار، حنا خارجين الدار ديالنا وكنعيشوا بسندويش، ما كاين حتى مشكل ناكلوا سندويش ديالنا ونديروا التصريحات اللي غتصرح لنا الحكومه ديالنا، اشنو فين كاين المشكل وفين كاين هذه وفين كاين هذه وفين كاين هذه، نديروا احتياطات ديالنا ونبينا عليه السلام. تلقات قبل المخلوع قالوا الحوانت غتسدوا هذيك، لا ما عاد تيخطب بالعقل. هادشي اللي كاين، ولكن شوف الاولى والغدا كاينه موت وحده صافي، النساء ما يقطعوا عمرو، النساء هذاك الهيب ما يكونش فيك، الهيب داك الجوع ما يكونش فينا. اللي غادي يقدا 4 كيلو يقدا كيلو، ماشي 4 كيلو خلي واحد بلاش. الدجاج مور 4 5 6 كان ياخذ طير في كيلو، دابا واخد دابا 6 طيور اللحم ضاربه عليه. راه حنا ديال المجاعة، راه حنا ديال المجاعة، حنا ديال الماء، حنا درناها الصراحة، حنا ديال المجاعة. ها شوف واحد يعطي كتاب الله، راه شحال امراض دازت لا يحصى، وما كانش بحال الخوف ديال هاد الايام. وكان دابا واحد 10 ولا 20 بلا مريضه، كل واحد سد علي بابه. الله اللي كاين راه كاين، الله كاين. انا الغرض كاين صحابنا حنا ديالنا الذهب دايرين روسنا والدعايات ديال البشر اللي تارقينها، هما سبعون دارت غيسدوا كاع الحوايج غيسدوا. العثمان قال كان احتياط ما الناس ما يخافوش، كاين قال احتياط ديال 4 شهور كافيه، قال كافيه بالنسبه لكم. 4 شهور 4 شهور الحمد لله، ما كافيهش حد شوف بالله الحمد لله من تما الحمد لله. الباشا اللي دار البارح ما الا يطبقها، حنا كما قلنا في السؤال يسدوا القهاوي ولا حنا ما كانش من قبل، ما كانوش القهاوي، حنا عشنا حتى الثمانينات فين كانت عيب القهوه تجلس فيها بعدا، فين كاين المشكل؟ ما نجلسوش حنا في قهوه، ما نجلسوش في قهوه، نخرجوا كاين تجمعات خفيفه خاصها تكون خفيفه ما بين العائلات، الله يجعل البركه، التزم في محالك، التزم خرج الهواء الطلق كمثلا الغابات، كمثلا ارض فلاحيه الان اللي ما فيهاش فلاحه غير سميتو، وما يمكن ما عندناش مشكل، علاش؟ وتستغل حتى 3 شهور كاع، فين كاين المشكل؟ حنا عندنا مشكل واحد ما يتقطعش غير الموضوع، كانت الانترنت مطلقه مرحبا، ما كانش ما كاين حتى مشكل.